مرحبا متابعينا، نحن اليوم هنا في الحدث الترفيهي الأكبر على مستوى المملكة، افتتاح فاستيفال سيتي بالتعاون مع STC البحرين في حلبة البحرين الدولية. صراحة كل الألعاب مناسبة للكبار والأطفال، والفود تراكات مرة ممتازة كانت للأمانة. والله البحرين ديرتنا وأهلنا وربعنا وناسنا، أمانة المهرجان كل واحد أحلى من الثاني، فالحلبة شغالة يومياً أشياء جديدة، كل مرة نجي نتفاجأ بشيء جديد وشيء أحلى. شنو اللي عجبك اليوم؟ يعني اليوم تفاجأت إنه مركزين على الألعاب أكثر، فهذا تجربة حلوة، المرة الماضية كان على الفود تراكس أكثر، فهذا شيء جديد، إضافة والله للبحرين. البحرين حلوة، والمهرجان ذا حلو، اللعبة حلوة، وأكثر لعبة حليتها تسلج. أوكي، شو تقولي عن المهرجان؟ حلو بسيط، حلو الأطفال، تغيير جو. رائع، أنا بنصح الجميع أنه يجوا يجربوا هالإكسبيرينس الحلوة في البحرين، مثل ما عم تشوفوا بالبحرين وعم نعمل تزلج، شيء كتير رائع. إحنا هي حق كوتشينج، يعني نقول حق البيسكس حق الناس اليهال، نساعدهم إذا بيطيحون وكل شيء. طبعا احنا اليوم في مهرجان وفعاليه بحرين فيستيفال سيتي باي STC. اليوم احنا فخورين في شركه STC ان احنا نكون داعم رسمي حق هاي الفعاليه، وفخورين بمشاركتنا هاي الفعاليه مع هيئه البحرين للمعارض والسياحه. STC البحرين دائما تطمح ان تدعم اي فعاليه تدعم القطاع السياحة في البحرين، ونتمنى احنا نشوف يعني مو بس أهلنا اللي في البحرين ولكن اللي في الخليج يزورون هاي الفعالية الحلوة. طبعا تم إطلاق النسخة الرابعة من مهرجان فيستيفال سيتي بالتعاون مع STC، تعتبر النسخة الرابعة هي أكبر نسخة تم إطلاقها إلى حد اليوم، من ناحية المساحة، مساحة المهرجان، من ناحية الألعاب الموجودة في المهرجان، من ناحية المطاعم اللي مشاركة معنا في المهرجان. وطبعا الفعالية تستقطب جميع الأعمار، سواء كان للأطفال أو للعائلات أو حتى للأفراد. الفعالية مثل ما ذكرنا فيها العديد من الفعاليات داخل المهرجان نفسه. للمرة الأولى عندنا مسرحين من بدل مسرح، عندنا منطقتين للطعام، عندنا أكثر من 20 لعبة كبيرة، ومنهم ألعاب أول مرة توصل للبحرين. بالتعاون مع STC راح يكون في حملة إعلامية كبيرة بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض STC لاستقطاب عدد كبير من أهلنا بالخليج وأهلنا خارج البحرين أيضاً.